السلام عليكم يا شباب، أتمنى تكونوا بخير، معاكم زميلكم غامري ثروت، وإن شاء الله النهارده هنشرح محاضرة السكشوال ميديسين، محاضرة يمكن طويلة شويتين ولكن إن شاء الله تستمتعوا بيها، و... وتكون يعني خفيفة عليكم كده. في البداية خلينا نقول دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا إذا يعني صعبت عليه المشاكل، كان بيقول إيه بقى؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت. وكان برضو يعني الإمام ابن تيمية يقول يعني برضو إذا صعبت أو أشكلت عليه المسائل يقول دايماً يا معلم إبراهيم علمني تمام فخلينا نردد الكلمات ديت قبل ما يبدأ المذاكرة لعل الله عز وجل يسهل علينا شوية في في المذاكرة إن شاء الله تمام آه تاني, حب... تاني حاجة حابب أفكركم يعني بزمايلنا اللي توفاهم الله في الفترة اللي فاتت ديت آه ويا يعني نجعل علمنا آه ومذاكرتنا صدقة جارية على روحهم وربنا يعني يعني يجمعنا بيهم في الجنه على خير و... ويجعل علمهم شفيع اليوم تمام ما تنسوش ادعوا لهم آه يلا نتوكل على الله ونبدا في في المحاضره اول حاجه هنتكلم يعني عليها هي الاناتومي اوف ذا بينس بقول لك ان البينس بيتكون من ثلاثة كوربوريال بوديز يعني يعني آه اجسام يعني ثلاث اجسام بيكونوا الايه البينس نفسه كده آه تمام في اتنين منهم اسمه اسمها اسمهم كوربوريا كافرنوسا وفي واحدة اسمها اللي الياكورب... آه... كورب سبونجيوزم تمام ناخد الأول الاتنين كوربورية آه كافرنوسا. لو جيت أشاور لك زي ما أنت شايف كده اللي أنا مشاور عليها بالإيه بالسهم دي كده ودي كده برضو الاتنين دولت اللي, اللي هما الإيه الكوربوريا كافرنوسا زي ما أنت شايف في الصورة كده أنا مش عايز أزوم بس علشان خاطر الزوم يعني عشان تعمل زوم عشان تطلع منه صعب شوية في الإيه في الـ في, الـ في البرنامج دوت تمام يبقى دول الاثنين كوربوريا كافرنوسا اللي هما باللون الايه الفاتح دول بيقول لك يعني arranged side by side at the dorsal part of the penis يعني ايه يعني مترتبين كده على كل جنب من الدورس على الدورسال بارت اوف ذا بينس الدورسال بارت ده اللي هو من تحت يعني اللي هو البينس من تحت ظهر البينس يعني تمام لو انت واقف في الاناتوميكال بوزيشن كده فهو من البينس من تحت انما زي ما الصوره دي موضحه كده اللي هو ايه اللي هو كده يعني الظهر البينس كده تمام بقول لك هم دول اللي بيمثلوا الاريكتايل تيشو تمام بتاعه البينس يعني يعني لو بيحصل اريكشن هم دول مسؤولين عن الاريكشن تمام وفي بقى وان كوربس سبونجيوزم تمام وديات uh, وديت بقى اللي, اللي, بت, اللي هي في النص دي كده اللي هي باللون الايه البينك شويه ديت كده هي ديت اللي بتكسباند ات ذا ديستال اند عشان تكون الجلاند سبينس يعني ماشيه كده على لحد الديستال اند لحد هنا عشان متصله في الاخر وبتكون الجلانس بينس وبقول لك اتس بيرس بروكسيمالي باي ذا ريسرا يعني في النهايه هنا في اليوريسرا عامل ايه بيرسنج للايه هنا كده وفاتح يعني طالع فتحه الايه اليوريثرا تمام بقول لك بقى البينس كفرد باي 3 3 لايرز اوف فاشيا ثلاثه فاشيا تمام هنا برضو الصوره دي موضحه الفاشية انا انا هسيب لك الداتا دي عشان تبقى تبص بعدين بقى وتزوم انت براحتك وتشوف الفاشية والكلام دوت تمام التلاتة layers اوف فاشيا اول واحده السوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا وتونيكا آه البيوجينيا او حاجه زي كده يعني تمام تونيكا البيوجينيا والديب والسوبر والسوبرفيشال فاشيا هي السوبرفيشال هنا اهيت زي ما انت شايف كده دي معلش انا اسف انا قلت لك مش عارف ازوم وبعدين ادي الديب جوه شويه اهي والتونيكا البيوجينيا ديت بقى هي اللي بت يعني بتسراوند ال... الكوربورا كافرنوسا تمام الاتنين هنا في اهو برضه ديب وهنا وهنا قصدي هنا في تونيكا وهنا في تونيكا حوالين الايه حوالين الكوربورا كافرنوسا الاثنين كوربورا كافرنوسا اوكي اه... تالت حاجه هنتكلم بيقول لك ان الويت اوف ذا بينس يعني سبورتد باي تو ligaments في اثنين ligaments بيدعموا الوزن بتاع البينس تمام وهم الفاندي فورم والسسبنسوري ليجامنت هما اتنين سسبنسوري يعني بيدعموا الـ 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 البينس تمام اه وهم الفاندي فورم والسسبنسوري هما فين بقى صورتهم هنا همت لو احنا قربنا بقى دي شوية صغيرين كده عشان خاطر نشوفهم كويس تمام ادي الفاندي فورم اللي هو باللون الاخضر دوت تمام والسسبنسوري في الظهر هنا اهو سسبنسوري فين في الظهر باللون الازرق اهو يبقى اللون الاخضر باللون الاخضر دوت الفاندي فورم وباللون الازرق دوت اللي هو الايه السسبنسوري في واحد تحت اسمه انفير بيوبيك بس ده مش ايه مش علينا تمام يبقى كده الفاندي فورم والسسبنسوري ليجامنت هم دولت اللي بيدعموا الويت بتاع البينس تمام ولك بقى البينس بياخد الانرفيشن بتاعته منين في سمباثيك وفي باراسمباثيك السمباثيك انرفيشن اه من اول ال 11 لل 2 والبارا سيمباثيك من الاس 2 للاس 4 وفي سوماتيك نيرف اسمه ال نيرف آه ده برضه بيغذي ال البينس يبقى كده ثلاثه sympathetic تي 11 ل 2 بارا سيمباثيك اس 2 ل اس 4 والسوماتيك نيرف اللي هو البيودندال نيرف اوكي <applause> نخش بقى على احنا كده خلصنا الاناتومي اوف ذا بينس ونخش بقى على الميكانيزم اوف اريكشن ازاي بيحصل اريكشن؟ بقول لك يا سيدي في لما بيكون في سيكشوال ستيميوليشن سواء بقى فيجوال يعني حاجه انت شفتها بعينك حاجه سمعتها بودنك اوديتري حاجه فانتزي انت بتتخيل حاجه او ميكانيكال يعني يعني حصل يعني ميكانيكال اريكشن اوكي هنا بقى بيحصل الاريكشن بيحصل له يعني از تريجرد باي باراسمباثيك ديفيجن الباراسمباثيك ستيميوليشن هو اللي بيعمل اريكشن هنا اللي هم الاوتونوميك من الاوتونوميك نيرف سيستم يعني من الاول اس 2 ل اس 4 زي ما قلنا فوق بيعملوا ايه بقى بيعملوا يعني رايز في ال... بي... 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 ارتفاع في الليفلز بتاعه النيتريك اوكسايد والنيتريك اوكسايد دوت خد بالك هو فازو دايليتور تمام لما ل... لما لما الليفل بتاعته تعلى في الترابيكولار ارتريز بتاعه السموس ماسلز اوف ايه اوف ذا بينس فيعمل ايه فازو دايليتيشن uh, للسموث ماسلز ديت اوكي uh, الريليز بتاعه بقى في ال... في الفاسكوليتشر اوف اوف كوربس كافيرنوزا نتيجة السيكشوال اس، اه, استيموليشن بيأكتف انزيم اسمه ايه اه, جوانيليت سايكليز تمام وده بيعلي الليفلز بتاع السايكليك جي ام بي والسايكليك جي ام بي, بي بيعمل سموس ماسل ريلاكسيشن تمام اه, في, في البلد فيسلز اللي بتسبلاي الكوربوس اه, كافرنوسم يعني الـ السموس موصل اللي هي بتحوط البلاد فيسلز اللي راحة على اللي بتغذي اللي راح تغذي الكوربس كافرنوزم بيعمل لها ريلاكسيشن السايكل جين فمنها الفلو يزيد تمام وبيعمل ليسر اكستنت للكوربورا سبونج يعني يعني بيعمل مودوليشن للاكستنت بتاع الكوربورا ايه سبونج انت يبقى مناسب يعني تمام فده بيؤدي في الاخر للانكريز في البلاد فلو بتاع الايه بتاع البينس وده طبعا بيساعد في الاريكشن اوكي okay. هنعيد على كل الكلام ده في الاخر واحده واحده بس ما نخلص الايه البورشن ده على بعضه أه، تالت حاجه في الميكانيزم اوف فريكشن بيقول لك بقى ايه في عضلتين اسمها الايشيو كافيرنوسس تمام وفي البالبو كافرنوسس الاثنين ماسلز دول تحت في الـ يعني تحت كده الماسلز بتاعت البينس اللي كنا من فوق تحس في الانر بارت اوف ايه اوف ذا بينس كده في جوه الجسم أه، بيعملوا كومبريس للفينز بتاعت الـ الكوربورا كافرنوزا تمام الفينز اللي بت بتعمل درين للبلاد بتاع الكوربورا كافرنوزا ماسلز الاثنين اللي فوق دولت هو بيعمل كومبريس على الفينز ديت عشان يمنع البلاد ليكج تمام او ان الدم يرجع وده بقى بيساعد ايه ان ان البينس يفضل الونجيتد وايه ويبقى ويبقى ريجد يعني تمام آه يبقى الايشيو كافرنوسز والبالبو كافرنوسز بتعمل كومبريس للفينز بتاعت الكوربورا كافرنوزا علشان تمنع البلاد ليكج و... والبينس يعني <applause> الينجيتس وي بيكام اوكي بعد بقى الايجاكيوليشن بعد ما الشخص ده طيب بيعمل ايجاكيوليشن الاريكشن بقى بيبدا يسبسايد يبدا يقل لما السمباثيك احنا قلنا الباراسمباثيك فوق هو اللي بيعمل اريكشن بيساعد في الاريكشن هنا بقى السمباثيك امبولسز من ال 11 لل 2 بيعملوا ريفرس للاكشن اللي كان معمول بالباراسمباثيك سيمولاي اوكي هنا بقى في جراف او او يعني حاجة صغيرة كده بتوضح الايه الموضوع كله هنا حصل اكسايتمنت بلاتو ده يعني واحد عنده اريكشن اهوت هي إيه مش مكررة علينا ولكن انا حبيت اوضحها لك يعني هنا حصل اكسايتمنت اهو فحصل ايه اريكشن بلاتو يعني في شوية اريكشن بس لسه ما حصلش الايه هاي اكسايتمنت او اورجازم زي ما باين هنا قعد بقى شوية في اريكشن بعدين حصل اورجازم فحصل هنا مثلا بدأ يحصل بقى ايه اللي هو الايجاكيوليشن وبدأ يعمل ريزوليوشن تمام معلومه تحت صغيره بتقول بيقول لك الاريكشنز ديورينج سليب اور ابون واكين اب يعني اريكشنز بتحصل وقت النوم او اول ما بتصحى كده تلاقي فيه اريكشن معروفه يعني باسم النكتورنال بينايل تيوميسنس النكتورنال بينايل تيوميسنس ديت يعني واحد هو نايم بيجيله اريكشن او بيصحى الصبح يلاقي عنده اريكشن اوكي بيقول لك بقى غياب الان بي تي ديت بي... بيساعدنا في ان احنا ديستنجويش بين الاورجانيك والسايكولوجيكال كوزز اوف ريكتنس فانكشن ناخد حاجه بعدين دلوقتي اسمها الاكتادس فانكشن يعني مشاكل الاريكشن عند ال... عند الميلز آه... وبيساعدنا في التفريق بين في نوعين في كذا نوع اورجانيك و... ومنهم اورجانيك ومنهم سايكولوجيكال كوزز يعني اسباب بت, بت... اورجانيك واسباب ب... ب... سايكو هنفرق بينهم بقى بوجود او غياب الان بي تي دي تمام هنوضح الكلام ده ان شاء الله بعدين نعيد سريعا كده على الـ على شويه سلايدز البسيطه اللي احنا قلناها ديت الاناتومي ثلاثه كوربوريال بوديز تو كوربورا كافرنوزا واحده كوربوس سبونجم تو كوربورا على الاطراف وواحده كوربس في النص اللي هي الكوربوس سبونجم اللي في النص دي اللي هي بتحوط اليوريثرا تمام وبتنتهي طبعا عند الجلانس بينس وبيخرمها اليوريثرا تمام يعني فيها يعني ايه آه بيرسينج تمام ثلاثه لايرز اوف فاشيا superficial, deep, tunica, albugenia uh, تمام؟ أو البيوجينيا the penis ال, 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 supported by two ligaments fundiform and suspensory the innervation يقم من sympathetic T11 الـ 2 parasympathetic S2 S4 والـ somatic nerve اللي هو الـ budendal nerve الميكانيزم mechanism of erection لو في sexual stimulation سواء visual اوديتوري او فانتسي او حتى ميكانيكال الاريكشن تريجرد باي باراسمباثيك ديفيجن تمام من اول الاس 2 للاس 4 تمام فبيسبب يعني رايزنج في الليفلز بتاعت النيتريك اوكسايد وفاز دايليتور في في الـ ارتريز اند سموث ماسلز اوف ذا بينس الريليز دوت بتاع النيتريك اوكسايد دوت في الفاسكوليتشر بتاعت الكوربس كافرنوسم نتيجه السيكشوال ستيميليشن بيأكتيفيت الانزيم اللي هو الجوانيوليت سايكليز واللي بيؤدي لانكريز الليفلز بتاع السايكليك جي ام بي فبيؤدي للسموث ماسل ريلاكسيشن في البلاد فيزلز اللي بتسبلاي الكوربس كافرنوزم وبيعمل ليسر اكستند للكوربورا سبونجيم فبيؤدي في الاخر لزياده الفلو الهدف ان ده كله الفلو يزيد فيحصل جود دايركشن يعني في عضلتين مع بعضهم توجذر كده بيعملوا كومبريس للفينز بتاعت الكوربورا كافرنوزا فبيمنعوا البلاد ليكج فالبينس يعمل الونجيشن وبيكام ريجيد هم ايه بقى العضلتين دولت الاشيو كافرنوسز والبالبو كافرنوسز اتمنى اكون بنطق الاسماء مظبوط بعد الاجاكوريشن الاريكشن بيحصلوا سبسايد بيحصل سبسايد للاريكشن عن طريق السمباساتيك امبولسز تمام من التي 11 ال 2 واللي هي بتعمل يعني ريفرس الاكشن اللي كان معمول بالباراسمبثيك آه ستيميليشن قلنا ان في حاجه اسمها ان بي تي اللي هي النكتورنال بينايل تيوميسنس اللي هي اريكشن ديورينج سليب وقت النوم او واحد يصحى آه يلاقي فيه اريكشن تمام وهي بتخلينا نفرق بين الايه الاورجانيك والسايكولوجيكال كوزز اوف اريكتايل ديس فانكشن الاي دي اوكي طيب يا شباب دلوقتي هنتكلم على الاريكتايل ديس ايه هو الاريكتايل ديس بقول لك هو inability to obtain or maintain erection of sufficient quality for satisfactory vaginal penetration يعني واحد ما بي... يا اما ما بيقدرش يعمل اصلا erection يا اما بيعمل erection بس بيبقى insufficient يعني ضعيف فما بيعملش satisfactory vaginal penetration ما بيقدرش يعمل penetration يبقى هنا يا اما بيقدرش يعمل اوبتين يعني بي... ما بيوبتينش اصلا الاريكشن ما بيبقى... بيقدرش يعمل اريكشن او بيعمل اريكشن ضعيف تمام دي تعريف الاركتالز فانكشن الاركتالز فانكشن ممكن يكون اورجانيك عضوي او ممكن يكون سايكوجينيك نفسي الاسباب بتاعته يعني يعني ممكن يجي بسبب عضو بسبب حاجه عضويه ممكن يجي بسبب حاجه نفسيه هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله من 50 ل 80% من كل الامبوتنت بيشنتس بيبقوا اورجانيك 50 ل 80% اورجانيك وبس 20 ل 30% بيبقوا بيورلي سايكوجينيك كوزز يعني 20 30 بيبقوا نفسي ومن 50 ل 80 بيبقوا اورجانيك نعرف برضو ان السايكوجينيك كوزز كومن ان يونج يعني مور كومن ان يونج بيشنتس والاورجانيك كوزز مور كومن ان اولد بيشنتس اوكي نتكلم بقى على الاسباب بتاعه الاورجانيك كوزز اوف اورجانيك اي دي اول حاجه هنتكلم عليها وهي البريديسبوزنج ريسك فاكتورز فور اي دي تمام الريسك فاكتورز عامل الخطر يعني واحد مثلا عنده هايبرتنشن تنشن بيقول لك بقى ال تنشن <in horror> هيعملوا ديكريز للارتيريال ان فلو للبينس فمفيش مفيش مفيش بلاد يبقى مفيش اي تمام زي ما قلنا قبل كده السكشوال ديس <concentric> <donkey Monday> في الهايبرتينسيف تنسيف بيبقى مور لايكلي بسبب الانتي هايبرتينسيف درجز، دراجز تمام يعني يبقى عارفين ان السكشوال ديس في الناس اللي عندها ضغط بيبقى بسبب الانتي هايبرتنسيف دراجز يعني مور لايكلي يعني تمام ال 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 الناس الثانيه برضو بيبقى عندها اي دي اللي هم الدايبيتس ميليتس الناس اللي عندها دايبيتس ميليتس تمام بيقول لك أكثر من 50% من الدايبيتيك مين يعني بيجي لهم اي دي آه يعني على على مدار الكورس بتاع المرض يعني 50% من المرضى بتوع السكر بيديفلوب الاي دي بيجي له اريكتايل فانكشن على مدار الكورس بتاع المرض بيقول لك بقى الانسيدنس آه للناس اللي بيحصلها لها اي دي يعني بيبقى من اتنين من مرتين لخمس مرات اكتر في الناس اللي عندها سكر اكتر من الناس الطبيعيه يعني المريض السكر بيبقى اكتر يعني اكتر عرضه للاصابه ديس فانكشن عن عن الانسان الطبيعي من مرتين لخمس مرات تمام ال ان الـ ان الاكتاز فانكشن في الـ في الدايابيتكس ممكن يكون بسبب ايه بقى يعني مثلا مريض ما يعرفش ان سكر هو عنده سكر بس هو ما يعرفش يلاقي يعني ممكن يكون اول عرض يظهر له الاي يعني دي انت مثلا لما تلاقي عندك الاكتاز فانكشن شك ان عندك سكر تمام لك ان الاي دي ان دايابيتكس مي اوكيور اس ان انيشال سيمتوم ان اندسكفرت دايبيتس ممكن يكون ممكن يحصل في الكورس زي ما قلنا فوق ان حوالي 50% من الناس بي اصلا بيديفلوب الاي دي ديورنج ذا كورس تمام ممكن يحصل في الكورس اوف ذا ديزيز ممكن يكون حاجه تمبوراري الناس اللي مش مش عامله كنترول للمرض الناس ما بتاخدش الدواء الناس ما بتاخدش انسولين فواحد عنده دايبيتس وعارفه عنده دايبيتس بس هو مش مش عامل كنترول للمرض فيجي له اريكتايل فانكشن يعني بشكل تمبوراري لحد ما يظبط الايه السكر تاني ويرجع الموضوع طبيعي يعني يروح الاريكتايل فانكشن الباثو فيسيولوجي <applause> بتاع الاريكتايل فانكشن في الدايابيتس ممكن يكون بسبب مثلا ايه اندوكراينال ديس فانكشن انجيوباثي اوتونوميك نيوروباثي دي كلها امراض ممكن يكون بس حاجه ساي ب... سايكوجينيك واحد مثلا مخنوق ان هو عنده سكر ومتضايق مش قادر يعمل اي شيء اصلا الموضوع اصلا بالنسبه له بقى ايه يعني متضايق مزعله يعني تمام آه تالت حاجه في البريدسبوزنج ريسك فاكتورز هو الرينال فيلير رينال فيلر مهم من 20 ل 50% من البيشنس اللي عندهم رينال فيلر تمام بيعانوا من اريكتايل فانكشن الميكانيزم بقى ازاي الناس اللي عندها كرونيك رينال فيلر ازاي بيحصل لهم اي دي مثلا عنده هايبرتنشن او بياخد انتي هايبر تنسيف دراجز تمام فيحصل له اي دي زي ما قلنا فوق اندوكراين مال فانكشن مثلا واحد عنده هايبر برولاكتينيميا فطبيعي عنده لو تستوستيرون تمام تمام واحد عنده يوريميك نيوروباثي برضه بسبب الرينال فيرير بسبب رينال ديزيز تمام ب 20 ل 50% من المرضى رينال فيرير عندهم ريكتالز فانكشن ميكانيزم يا اما هايبر تنشن او انتي هايبر تنز يا اما اندوكرينال مال فانكشن هايبر بلاكتينيميا او لو او واحد عنده يوريميك نيوروباثي تمام رابع حاجه هي السموكينج النيكوتين أه بيقول لك عنده انه يعني بيعمل فازو كونستركتيف افكت اون بلاد فيسلز فلما يعمل فازو كونستركشن للبلاد فيسلز فيمبير البلاد فلو في للبينس فطبيعي مش هيحصل اريكشن مفيش بلاد بعض الادويه السايكوتروبيك دراجز والانتي هايبرتنسيف دراجز والكاردياك دراجز والانتي هيستامينز والاتش 2 ريسبتور انتاجونستس والانتي اندروجينز كل ديت ادويه بتاثر وبتعمل اريكتايل ديس فانكشن ممكن ادويه ابيوز واحد مدمن بيقول لك لونج تيرم اوف يوز اوف نركوتكس الادويه المخدره واحد بيستخدم ادويه مخدره على موضوع, على, على, على فتره طويله فده بيقلل الليبيدو الرغبه الجنسيه بيقلل الاريكشن وبيدسترب الاجاكيوريشن اوكي بيقول لك بقى ان الكحول يعني تاثيره بقى بيبقى على مدى بعيد شويه هو بيقول لك ممكن انيشالي بينكريز الليبيدو بيده واحد سكران يعني يبقى حاسس بايه يعني بس بيقول لك بعدين ويل امبير الاريكشن والايجاكيوليشن وبرضه بيأثر على الاورجازم اوكي آه الاندوكرينال ال كوزز بقى في الاورجانيك يعني الاندوكرينال كوزز اوف اريكتايل فانكشن بيقول لك بقى هنا نعرف العلاقه بين الاندروجين والسيكشوال وال ريسبونس بيقول لك ان حتى الان الرول ال اوف هرمونز في السيكشوال ريسبونس مش اكريتلي ديفايند ما نعرفش مش متحدد قوي يعني دور الهرمونات في الـ في السيكشوال ريسبونس يعني حتى الان بس بقول لك ان المين اندروجينز نيسيسري فور سيكشوال ديزاير والاجاكيوليشن بس سيكشوال ديزاير بس والاجاكيوليشن بس هم دول اللي بيبقوا اندروجين ديبندنت بس الاريكشن والاورجازم نوت اندروجين ديبندنت يبقى لازم تعرف ان الاندروجين بيعمل ايه ممكن يعمل سيكشوال ديزاير وبيساعد في الاجاكيوليشن بس ما بيعملش اريكشن وما بيساعدش في الاريكشن وما بيساعدش في الاورجازم تمام بحط في بالك كده ايه الاندروجين ديبندنت وال والاندروجين اندبندنت بيقول لك الاندروجين عندها السيميلاتري افكت على السيكشوال ديزاير برضه في في الستات اوكي تاني حاجه البرولاكتين بيقول لك الرجاله اللي عندهم هايبر برولاكتينيميا يعني بي اكسبيرينس فقدان الليبيد وبيحصلوا اريكتايلز فانكشن بيقول لك الهايبر برولاكتينيميا اسوشيتد مع يعني نقص السيرم تستوستيرون ليفل ودي صوره برضه كده بتوضح الميكانيزم مش علينا بس انا حبيت أحشيلك الداتا صور لان طبعا المحاضرات ديت ما فيهاش صور كتير بحيث بس يعني تنريتش عينك كده وتخليك تبقى يعني صور كلها لها ريليشن بالكلام اللي انا بحكي عنه وبشرحه فبس يعني تساعدك كده في في المذاكره وحتى لو بص عليها مجرد يعني من باب المعرفه يعني اوكي السبب بقى اللي هو يعني الثالث هو الفاسكولوجينيك كوزز بقى الفاسكولوجينيك كوزز بتاعت الاركتاز فانكشن تمام أنا يعني حاجات بقى في الايه في الـ في, في الـ في الفيسلز بقى في الارتريز في الفينز كده يعني بيقول لك بقى في اول حاجه عندنا ارتيريال ارتيريال انسفيشنسي تمام بيقول لك ان قله البلاد سبلاي للكوربورا كافرنوسا هو كومن كوز اوف اي طبعا احنا حتى الان عمال نهري في الكلام نقول لك ان البلاد سبلاي مهم لازم يكون في بلاد فلو هيتغذى ازاي يعني وهيحصل اريكشن ازاي فطبعا الديكريز البلاد فلو ها في الكوربورا كفرنوزا هي هيعمل اي دي ارتيريال انسفيشنسي يعني كومن سين ان كيسز اوف ارتيريو ارتيروسكلوزس واحد عنده ارتيروسكلوزس هيبقى كده عنده ما في انسفيشنسي تمام ارتيريال سبازم تيومرز مثلا سد تروما مثلا استريكشر ضيق في الـ في الارتري كل دي اسباب تعمل ارتيريال انسافيشنسي دي بتقلل بلاد فلو للكوربورا cavernosa منها تعمل اي دي بقولك بقى البيشنز اللي عندهم مايلد to moderate arterial insufficiency هيحتاجوا شويه وقت زياده شويه عشان يعني انيشيت الاريكشن عشان يحصلوا اريكشن شويه وقت زياده ياخد لونجر تايم الناس اللي عندها مايلد ومودريت ركز انما الناس اللي عندها سفير دي ما بتقدرش تعمل اريكشن ما بيحصلهاش اريكشن Oh. patients with mild to moderate arterial insufficiency will need longer time to initiate erection while patients with severe arterial insufficiency cannot initiate erection. okay؟ كلام واضح. venogenic causes. دي تاني حاجة. إحنا اتكلمنا على الarterial insufficiency كلام بحاجة لا ريليشن للفينز veins يعني. venogenic causes لك إن careful balance a careful balance between a careful balance between the blood flow into and out of the erectile bodies حاجه اسينشال لبروفايدنج يعني طبعا البلاد ما يكون يعني في بالانس بتوين اللي داخل واللي خارج طبعا ده هيساعد يعني ايه في ان يحصل اريكشن تمام النيوروجينيك كوسس بقى ودي اخر حاجه في في الاورجانيك تمام دي حاجه اخر حاجه في الاورجانيك اه اخر حاجه في الاورجانيك هي النيوروجينيك أه. كوسس اوف ريكتالز فانكشن الاسباب النفسيه الاسباب العصبيه انا اسف الاسباب العصبيه ممكن مثلا يبقى في سريبرال ديزوردرز ممكن يكون في سبينال كورد ليجنز ممكن يكون في بريفرال ليجن بتكلم عن كل واحد السريبرال ديزوردرز او السيربرال آه ليجنز اللي بتأفكت الهايبوثالاموس او الثالامس او او او, أو, أو اللمبك سيستم زي مثلا برين سيرجري تروما تيومر انفلاميشن كل ده ممكن يؤدي لإمبيرمنت فول والايجاكيوليشن وبرضو البينايل سينسيشن يبقى تعرف ان السربر ليجنز سواء بقى في الهايبوثالامس الثالامس الليمبيك سيستم زي مثلا برين سيرجري آه، تروما تيومر انفلاميشن كل ده بيؤدي الامبيرمنت آه، للاريكشن تمام وبرضه بيأثر على الايجاكيوليشن والبينايل تمام السباينال كورد ليجنز لو في مشكله او في ليجن في السباينال كورد بقول لك ذا اون سيكشوال فانكشن هيعتمد على المكان بتاع الليجن يعني المكان اللي يحصل فيه ليجن على السبايل كورد هيأفكت اه، سيكشوال فانكشن معينه يعني مش صداح مداح كده زي ما بيقولوا احنا يعني طبعا عارفين هنا الديستريبيوشن اهوت للسمباستيك والبارا الليجن في مكان معين هيأثر على على حاجه معينه مش 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 سايبه يعني تمام البريفر ليجنز بقى ديت يعني ايه بريفرال ليجن يعني ماشي ليجن ما هوش في الـ ما هوش في البرين ولا هو في السباينال كورد ما هوش في البرين ولا في السباينال كورد في البريفرال بقى زي ما انا بشاور بالماوس كده هنا في اي حته في النرف بقى في البريفري كده في المكان مثلا بتاع الانسرشن بتاعه او كده يعني اللي هو يعني المكان اللي رايح فيه النيرف يعني في البريفر في البريفري بتاع النرف. بيقول لك بقى الموست بريفرال ليجنز ممكن يكون بقى بسبب تروماتيك يعني, يعني تروما مثلا واحد مخبوط في الـ فيه او الايتروجينك حاجه بدون سبب كده يعني تمام آه طيب ده يا شباب الكوسس اوف سايكوجينيك اي دي في personal causes وفي interpersonal causes ال personal causes دي أسباب شخصية متعلقة بالشخص ده بس بالميل تمام ال interpersonal causes دي أسباب متعلقة بالطرفين أول حاجة في ال personal causes بيقول لك religious orthodoxy حاجة علاقة بالدين كده تمام تاني حاجة في حاجة اسمها gender identity disorders ليه إيه بقى ال gender identity disorders دي أو ال gender dysphoria بيقول لك relate to a person's thoughts and feelings that the gender they were assigned at birth is not consistent with their uh, desired gender or genders يعني بقول لك ان الشخص ده يعني 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 الموضوع ده متعلق بالافكار والمشاعر بتاع الشخص دوت ان هو يعني ال ال الجندر لو مولود بيه النوع اللي مولود بيه مش راكب على الايه؟ على الافكار وعلى ال وعلى الدزاير ال بتاعته، حاجه يعني ايه؟ ما لناش دعوه بيها كده تمام؟ دي برضو من باب المعرفه يعني الكلام ده مش عليك العلمين يعني ده انا جايبه بس عشان تعرفه خلاص تمام؟ آه، ثالث تالت حاجة بيقول لك fear of loss of control during the sexual act دي باينة masked sexual deviation رابع حاجة masked sexual deviation يعني واحد مخبي السيكشواليتي بتاعته هو يعني عنده رغبة في حاجة تانية فعشان كده بيحصلوش ايدي لما بيجي يعني يعني يعمل sexual اكت تمام لأنه عنده رغبة لحاجة تانية آه، خامس حاجة fear of pregnancy واحد بيجيبش ايدي لأن هو خايف إنه يعمل sexual اكت في الـ 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 بتاعه يجيت بريجننت يعني الويدورز سندروم دوت اللي هو متلازمه الارامل برضو الكلام اللي الصوره اللي فوق دي مش عليك بس بقول لك ان الشخص يعني بقاله فتره ما عملش سيكشوال بسبب فتره طويله ما عملش سيكشوال بسبب المرض او أو, او وفاه البارنر بتاعه ممكن بقى الشخص يعني يجي ديزاير كده ويشوف اوبورتونيتيز جديده قدامه تمام انه يعمل يعني سيكشوال اكت يعني بس الفيسيولوجيكال سيستم بتاعه مفيش ريسبوند عشان كده ما بيقدرش يمينتين اريكشن تمام ده باختصار كده الديبريشن بقى طبعا رقم سبعه ودي اقل البلاوي يعني تمام رقم بي بقى اللي هو الانتر بيرسونال كوزز تمام الانتر بيرسونال كوزز دي مشاكل بين الطرفين بيقول لك مثلا ايه لاك اوف اتراكشن اوف ذا بارنر بور سيكشوال سكيلز اوف ذا بارنر اجنورنس about the pattern of female orgasm واحد ما عندوش آه يعني عنده جهل بالايه بالباترز اوف فيميل اورجزم تمام آه رقم أربعة بقى الماريتال كونفليكتس مشاكل الزوجيه يعني اوكي طيب دلوقتي هنتكلم على الـ على الدياجنوستس اوف اي دي تاخد هيستوري اول حاجه هيستوري فول ديتيلد هيستوري ويل ديجناوز ميني كيس اوف اي دي هيشخص معظم الحالات تسال في الهيستوري دي بقى عن ايه هيستوري اوف دي ام هايبرتنشن رينال ديس اوردرز نيوروجينيك ديزيز سموكينج دراج انتيك مثلا واحد بياخد دوايه معينه او او او, أو, أو دراج يعني هيستوري اوف تروما خد تروما يعني اتخبط في اي مكان تالت آه حاجه بتعمل جنرال اند لوكال اكزامينشن وبتركز على الساينز اوف سيستميك اند اندوكراينال ديس اوردرز تمام رابع حاجه بتعمل ايفالويشن بقى بلاد بريشر رينال اند كيدني فانكشنز مثلا آه بتعمل هرمونال بروفايل عشان تبص على كل حاجه في بقى حاجة اسمها اف IIEF International Index of Erectile Dysfunction هي اللي فوق دي كده انت معايا هي اللي فوق دي كده ال دي عشان تشخص او السايكولوجيكال psychological state بتاعة بتاع المريض انا بصراحة مش عايز اقرب لك واقرأ لك اللي يعني بتاعنا مش مكرر عليك بس عشان تبقى فاهم برضه هو بيعمل ايه يعني مثلا بيسأله بيقول له ايه uh, How do you rate your confidence that you uh, could get an erection يعني 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 بتريت الثقه بتاعتك ان انت يعني تدفلوب اريكشن قد ايه؟ فيقول مثلا فيري لو لو هاي مودريت مش عارف ايه الكلام ده كده يعني. برضه السؤال اللي بعده نفس الموضوع عباره عن يعني ايه تقييم يعني تمام؟ هو دوت الاي اي اف انترناشونال اندكس اوف ريكتالز فانكشن بتعرف عنه بس المعلومه المهمه اللي فوق ده مش مهم ده برضه من باب المعرفه. ده عشان يشخص السايكولوجيكال ستيت اوف ذا بيشنت اللي عنده اي دي اوكي؟ طيب دلوقتي يا شباب نتكلم على الانفستيجيشنز بقى. اول حاجه في الانفستيجشنز والحاجات اللي مشخص بيها الاي دي يعني حاجه اسمها انترا كوربوريال انجكشن اي سي اي بيحقن فازو اكتف سبستنس زي البابا مثلا في البينس هي الصوره اللي على اليمين دي كده بالطريقه دي عشان يفرق بين الاورجانيك والسايكوجينيك اريكتالز فانكشن الفازو اكتف البابا فيرين دوت يعني بيعمل فاز ريتيشن للايه للفيسلز يعني تمام نورمالي الاريكشن بعد ما بيحقن البتاع ده بيحصل اريكشن بعد 10 دقايق من الايه من الانجكشن من الحقن والاريكشن بيفضل موجود 30 دقيقه بعد الايه بعد الـ بعد, الـ بعد ما يعني بيحصل يعني سستين فور 30 مينتس اوكي تاني حاجه اللي هي ريجي سكان عباره عن سمول كمبيوتر كده بيفالويت الايه الباترن اوف سليب اريكشنز الام بي تي عشان يشخص السايكوجينيك اي دي الريجي سكان ده ممكن اشبهه لكم بجهاز كده لو حد فيكم يعرف الكارديولوجي يعني في جهاز موجود اسمه الهولتر او في جهاز اسمه البلاد بريشر مونيتور الاجهزة دي بتبقى حاجات بورتابل اللي عين بياخدها معايا زي الريجي سكان كده ايه فكره العمل بقى انه بيحط الجهاز ده عليه زي مثلا الهولتر ده بيركب الكترودز كده على صدر العيان علشان يقيس الاي سي جي الجهاز ده ممكن يفضل على العيان لمده سبعة ايام يعني عادي جدا وبعدين الدكتور بياخده المريض بياخد الجهاز مع البيت ويفضل يسجل الاي سي جي على مدار الفتره المحدده وبعدين الدكتور يقدر يرجع يحطه على يفرغه على الكمبيوتر ويشوف ايه اللي حصل في خلال الايام دي نفس الفكره بتحصل مع ريجي سكان بيتحط بالمنظر ده كده وبايه بييفالويت الباترن اوف سليب اريكشنز بيفضل موجود مع طول ما هو نايم وبعدين الدكتور بيبص شوف ايه اللي حصل في الفتره ديت ده عشان يشخص السايكوجينيك اي دي الدوبلكس طبعا احنا عارفين الدوبلكس بيعمل يعني سونار يعني عشان يشخص الارتريجينيك كوسس اوف اي دي بص على الارتريز حاجه بقى اسمها كافيرنوسومتري تيست ايه الكافيرنوسومتري تيست ده بقى ده عشان يشخص الفينس سيستم ويدياجنوز الفينو اوكلوزيف ديس اوردرز يعني حاجه بتبص يعني بت بتست الفينس ليكس تمام الكافيرنوسومتري تيست حاجه برضو الكلام اللي على اليمين ده مش عليك بس برضو من باب المعرفه يعني تمام آه طيب دلوقتي يا شباب هنتكلم على التريتمنت اوف اورجانيك اي دي اول حاجه في التريتمنت هو ان احنا بنعمل مانجمنت للبريديسبوزنج ريسك فاكتورز مثلا زي الديابتس الهايبرتنشن نعمل كنترول الحاجات دي، كرونيك رينال فيلير نوقف الادويه والكحول، نوقف التدخين الناس مثلا اللي عندها اندروجين ديفيشنسي بياخدوا اندروجين ريبليسمنت ثرابي. نعرف بقى ايه الادويه اللي بياخدها العيان دي اورالي. في حاجه اسمها الفوسفودايسترييز انهبيتورز بي دي اي 5. زي مثلا السيل دي او سيل دي نفيل حاجه مثلا اسمها الفارا اللي هي الفياجرا تقريبا يعني بيقول لك ان الانترودكشن بتاع الفوسفودايستريز دايستريز ان هيبترز ديت عمل ريفوليوشن ان ذا تريتمنت اوف اي دي ريفوليوشناليزد التريتمنت اوف اي دي عمل آه، ثوره في علاج الاريكتايل ال ال ديس فانكشن البي دي اي ال 5 انهيبيتور بينهبة الديجراديشن اوف سايكليك جي ام بي البي دي اي 5 ده اللي هو الفوسفو بيعمل ديجراديشن للسايكليك جي ام بي والسايكليك جي ام بي مهم لان هو بيزود الفلو للبينس عشان يعمل يعني جود لازم يكون واصل بلاد فلو كويس فالبي دي اي 5 بي بيقللوا بقى مع عمليه الديجراديشن ديت فبيزودوا البلاد فلو ديورنج سيكشوال استيميليشن خد بالك مهمه جدا كلمه ديورنج سيكشوال استيميليشن دي لان المود اوف اكشن يعني ما ينفعش البي دي اي -E 5 انهبيتور يشتغل الا لما يكون في سكشوال ستيميليشن بقول لك هو ذس مود اوف اكشن مينز ذات ذا بي دي اي 5 انهبيتورز ار ان افكتيف وذاوت سكشوال ستيميليشن لازم يكون في سكشوال ستيميليشن عشان يشتغلوا تمام ثالث حاجه اسمها اللي هي الانترا كوربوريال انجكشن اوف فازو اكتيف ايجنتس احنا اتكلمنا عليها فوق بيحلوا مثلا حاجه زي الفازو اكتيف ايجنت زي البابا فيرين مثلا ده عشان ده بيستخدموه في الكيسز اوف مايل تو مودريت فاسكولوجينيك اي تمام الناس اللي هي بتاخد وقت طويل شويه قبل ما بتعمل اريكشن يعني آه في رابع حاجة بنعمل arterial reconstruction في الكيسز بتاعت الارتيريال insufficiency تمام خامس حاجة بقى اللي هي البنايل بروتيسز. آه دي في السفير كيسز السفير آه كيسز بتاعت الاي دي تمام هي اللي على اليمين دي كده تمام آه دلوقتي بقى نتكلم على اخر حاجة في ال في الميل اوردرز يعني في الميل سيكشوال اوردرز وهي البريماتيور ايجاكيليشن تمام ايه هي الـ Premature Ejaculation؟ يعني Ejaculation بدري، الميل بي ejaculate بدري. معناها inability to control ejaculation long enough to satisfy the female partner. يعني هو مش قادر يتحكم في الإيجاكيوليشن لمدة أطول عشان يعمل ساتسفاكشن للفيميل بارنر. آآآ آه في إمتى بقى؟ في 50% من الـ إيه من السكشوال اوكيشنز. تمام؟ كلهم في 50% من Sexual Intercourses مع 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 العلم ان الفيميل هنا نورمال ما عندهاش اورجازميك ديس اوردر تمام ما عندهاش ايه اورجازميك ديس اوردر هنتكلم برضو عن الاورجازميك ديس اوردرز في الاخر يبقى كده نعرف ده تعريف البريماتوري جاكليشن كده في فيميل نورمال ما عندهاش اورجازميك ديس اوردرز وهنا المشكله في الميل هو عنده يعني مش قادر يتحكم في الايجاكليشن لمده اطول بحيث يعمل ساتسفاكشن للفيميل بارنر في 50% من 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 السيكشوال انتركورسز Uh, اللي بتحصل تمام نورمالي 25% من الومن اف ويل بريبيرد يعني هتوصل للاورجازم وذين 1 تو 2 مينتس افتر انتر انتروميجن تمام ال البري ماتيور ايجاكيليشن هي ذا موست كومن سيكشوال ديسوردر ان من الاقل من 40 سنه 40 سنه واقل يبقى البري ماتريال ريجيكريشن اشهر دي معلومه مهمه ممكن تيجي ام كيو في الـ في الـ في, ال في المين الاقل ال 40 سنه واقل تمام حوالي يعني 30 ل 70% من الميلز بيجي لهم premature ماتريال يعني ات وان تايم اور انذر يعني في وقت يعني ما في في الحياه في حياتهم يعني بيجي لهم premature ماتريال 30 ل 70% أه نتكلم بقى دلوقتي على الكوسز Causes of premature ejaculation ايه الأسباب؟ في Organic Cause وفي آه, Psychogenic Cause. الاورجانيك مثلا زي Geniturinary Tract infection، يوريثرايتس مثلا، بروستاتايتس مثلا. في مثلا ممكن يكون Neurogenic Cause مثلا زي التابس دورسالس الدي DS اللي هو حاجة اسمها آه ديجرين سوتاس disease دي مثلا، ده باسم العالم أو حاجة زي كده. Peripheral Neuritis تمام؟ ممكن يكون بسبب بعض الدراجز ممكن مثلا في حاجه اسمها الكويتس انتر انتربتوس ايه الكويتس ده او اللي بيسموها الويذ درول او البولينج اوت بص معلومه برده مش عليك بس حابب افهمك عشان انت بقى يعني عارف ايه 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 المعنى يعني بيقول لك ان هي ريموفل اوف ذا بينس فروم ذا فاجينا جاست بيفور ايجاكيليشن هابنز تمام اظن المعنى واضح هنا ويعني وآ يعني انت ممكن ايه تبص على الموضوع برضو على ايه يعني على جوجل وكده آه تمام نكمل يبقى احنا كده قلنا الاورجانيك كوزز تمام جنترين تكن انفيكشن نيوروجينيك كيس كوزز ودراجز وايه وكويتس انتربتس السايكوجينيك كوزز بقى هنا فيها شويه كلام حاجه اسمها الكونديشنج يعني بقول لك ان ان الميلز محطوط عليهم شروط شروط يعني بسبب ضغط المجتمع ان هو مثلا لازم يوصل للاورجازم او يعمل ايجاكيوليشن بدري عشان خاطر ان هو يعني بيبقى خايف ان الناس تكتشف ان هو مثلا ايه ما بيعملش ايجاكليشن بدري بسبب ان هو كان مثلا بيماستربيت وهو تينيجر او ان هو مثلا عنده سيكشوال اكسبيرينس يعني يعني عمل سيكشوال يعني انتركورسز مع ناس قبل كده فهو عنده فما بيحصلش بريماتريال ايجاكليشن يعني بفعل التجربه قبل كده يعني دي الفكرة كلها ان هو بيبقى يعني خايف من من المجتمع او خايف من الـ من الـ من الضغط اللي بيتحط عليه من المجتمع ان هو لازم يبقى عنده ايجاكليشن بدري بسبب يعني من التفكير كده ان دي اول مرة يعني بس هي دي الفكرة كلها تمام يبقى الكونديشننج دي أول حاجة تمام فهمت انت النقطة ديت كده تاني حاجة ممكن تكون بسبب ديب انكزايتي about sex that relates traumatic experiences مثلا مثلا واحد كان عنده يعني يعني experiences مش كويسه في حياته قبل كده تمام وهو هو يعني اثناء الديفلوبمنت بتاعه مثلا انسيست انت ابحث عن انسيست دي هتعرف على ايه السكشوال اسولت إيه. uh, مثلا الكونفليكت ال مثلا مع مع حد من الايه من المشاكل مثلا مع حد من من اهله من من الاب او الام يعني Uh, اي بقى مشكله مشكله يعني سيريس ديستربنس مثلا اي مشكله يعني نفسيه كبيره يعني تمام في حاجه بقى اسمها البرفورمانس بريشر ايه هو البرفورمانس بريشر هو فير اوف فيلير تو ساتيسفاي ذا بارنر هو خايف من ان هو ما, ي... ما يقدرش يعمل ساتيسفاكشن للبارنر uh, ده ممكن يجي مثلا من خوف ان هو يعني ان هو مثلا بيبقى يعني... عايز يعمل بريماتور عايز يعمل ايجاكليشن بدري بسبب ان هو خايف ان الاريكشن بتاعه مش هيقعد فتره طويله دي كل الفكره بموضوع البرفورمانس بريشر تمام ممكن مثلا يكون ريليشن ريليشن شيب بروبلمز مثلا هوستيليتي توورد ذا بارنر تمام يعني في عداوه او ما يعني يكون النقطه ديت احنا كده اتكلمنا عن الكوس of ماتريج re organic اورجانيك واتكلمنا عليها psychogenic تمام التريتمنت بقى ممكن تاخد اس اس ار ايز زي مثلا السيتالوبرام آه، فلوكسيتين ممكن دابوكسيتين تمام ديت اللي هي السلكتيف serotonin ري inhibitors بيقول لك ان هم بيعملوا انهبيشن الافكت بتاع السيروتونين على السنترال إيجاكولاتري ريفلكس طبعا السيروتونين بيعلي الايه يعني بيبقى عايز يسرع الإيجاكليشن تمام فهم بيقللوا الافكت شويه عشان يبقى ايه ما يحصلش بري إيجاكليشن تمام تكنيكس بقى مثلا عشان تساعد البيشنت كنترول هيز ايجاكيوليشن في حاجه اسمها دي تكنيكس بتتعمل يعني فيزيكلي تكنيك اسمه سكويز تكنيك بيقول لك ان سكويزنج squeezing the glans penis by the partner shortly before ejaculation دي معناها واضح تمام في حاجه اسمها ستارت ستوب تكنيك بيقول لك ان الكوتيل او الكويتال موفمنت از ستوب shortly before ejaculation يعني بيوقفوا السيكشن انتركورس قبل ejaculation على طول اول ما يحس انه يبقى في ايجاكيشن موقف الايه sexual انتركورس بحيث يبطئ الايه او يتخلص من الاحساس بتاع ejaculation تمام او يقلل السيكشوال اكسايتمنت يعني تمام ده فكره الستارت ستوب تكنيك في بقى الليفيشن اوف هايبر سنستفتي ممكن مثلا يعني 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 يقلل او يثبط الهايبر سنستفتي بتاعت الجلانس بينس تمام مثلا عن طريق ان هو مثلا يحط لوكال انستيزيا يعني مخدر موضعي كده على الـ على الجلانس بينس بحيث يقلل الهايبر سنستفتي دبل كاندمز ديستراكشن مثلا كده يعني آه، او ان هو يعمل انكريز للفريكوانسي اوف انتركورس يعني آه يعني انكريز للسيكشوال انتركورس تمام فمنها ان يعني هيبقى في ساتسفاكشن فمش هيبقى في بريماتيور ايجاكيشن دي بقى مايند ماب كويسه اظن يعني ان شاء الله لما كل كل اللي اتكلمنا عليه فوق دلوقتي اللي هو السكشوال ميدس عامه والميل سكشوال ديس اول حاجه هنا لما تيجي تبص على المايند ماب هتلاقي الاناتومي اوف ذا بينس بيتكون من ايه كفرد بايه الانرفيشن والليجمنتس وال اللي هو يعني انا انا بس كتبت الويت اوف ذا بينس كنت واخد اول كلمه معلش عفوا يعني هنا اقصد الليجمنتس يعني ايه اللي بتسبورت الويت أه تاني حاجه الميكانيزم اوف فريكشن يعني مثلا بنقول ايه ان مثلا ال ان يكون في سيكشوال ستيميليشن فبيحصل الريز النيتريك اوكسايد أه بعدين أه ان في عضلتين اللي هي الايشو ال 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 كافيرنوسس والبالبو كافيرنوسس بي يعني بي 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 بيعملوا مثلا بيمنعوا الريتيرن بتاع الفينس آه بيمنعوا الفينس ريتيرن يعني او الفينس ليكج عشان خاطر يفضل موجود في بلاد فيحصل جود ايجاكليشن وبعد الايجاكليشن بيحصل سبسايد كده يعني بعدين هتخش بقى على الالكتالز فانكشن تتكلم على ايه وايه تعريفه وال وال الاورجانيك الاورجانيك كوزز والسايكوجينيك كوزز وكل حاجة بقى بالتفصيل هنا عن الموضوع، بعدين تخش على Diagnosis, history، general and local examination، evaluation of A، بنعمل في حاجة اسمها IIEF، international index of erectile dysfunction، بعدين نعمل investigation مثلا إن ICI, rigid scan, doublex, ال cavernousometry مثلا تيست، حاجات دي، بعدين تخش بقى على treatment of erectile dysfunction هنا هوت، management of predisposing risk factors، ال oral therapy، arterial reconstruction مثلا الانترا كوربوريال زي ما قلنا بالفازو اكتف الايجنت والبابا مثلا بنايل بنايل في السفير كيسز مثلا بعدين نتكلم على اخر حاجه البريماتوري ايجاكليشن آه, يعني آه بشوية معلومات عنها والاسباب اورجانيك وسايكوجينيك والتريتمنت اس اس سرايز وسكويز تكنيك مثلا شورت ستارت سوب تكنيك الالفيشن اوف هايبر سنسيتيفيتي انكريزنج ذا فريكونسي اوف انتركورس يعني الحاجات دي الحاجات دي كلها تمام طيب دي ماين ما تعجبكم وتكون لما الحاجه ان شاء الله هحطها لكم برده بي دي اف بحيث لو عايزينها بكواليتي اعلى تاخدوها تمام طيب. دلوقتي بقى يا شباب بنتكلم على الفيميل سيكشوال ديس فنكشنز. الفيميل سيكشوال بروبلمز بتافكت حوالي 43% من الومن ات سام بوينت ديورينج ذير لايفز تمام يعني في وقت معين هتلاقي مع... 43% من الستات جالهم فيميل سيكشوال بروبلمز ايا يعني كانت المشكله ايه يعني تمام طيب. بيقول لك ان ال... ان السيمتومز of all female sexual dysfunctions must be persistence for 6 months يعني بقول لك ما ينفعش الشخص female sexual dysfunction إلا إذا كانت symptoms مستمرة لازم تكون مستمرة لمدة 6 شهور أو في ريكارنسي وأن كل ده مسبب market stress للمريض تمام يبقى ما ينفعش تشخص لما يكون فيه اعراض موجوده لمده ست شهور او في ريكارنسي وده مسبب ديستريس للايه؟ لل وطبعا ده كله بيسبب ديستريس للمريض يعني تو ذا اوكي؟ اول مشكله عندنا في الفيميل female sexual Disorders واول مرض هو الفيميل female sexual interest او arousal آه disorder تمام؟ ايه هو تعريفه؟ بيقول لك لاك اوف اور significantly reduced sexual interest يعني في يعني ضعف في الرغبه الجنسيه تمام آه يعني مثلا بقى سواء سيكشوال اكتيفيتي ما بيجي ما بيجيش ما بيجيلش للمريض دوت ايروتيك ثوتس مثلا افكار مثلا معينه او فانتسيز آه ومفيش ريسبونس اصلا لاي سيكشوال ستيمولاي بيتعرض ليه تمام ده معناه الفيميل سيكشوال إنترست او الراوزل أوردر ان ما فيش آه يعني سيكشوال ديزاير تمام ما فيش رغبه في السيكشوال اكتيفيتي مفيش ايراتيك ثوتس مفيش ما مفيش ريسبونس لاي سيكشوال بيحصل قدام المريض دوت ما بيستجيبش ليه تمام البريفلنس بيقول لك ان يعني هو ده الكومنست السيكشوال كومبلينت عند ألومن ال يعني خاصه ال 45 سنه او اكثر تمام ايه الريتيولوجي بتاع المرض دوت بيقول لك هو يعني مجموعه من الفولوينج فاكتورز اللي هنتكلم عليها دلوقتي تمام ممكن تكون ممكن تكون الفاكتورز ديت ايه هرمونال فاكتور مثلا زي ايه بيقول لك مثلا نقص في الاستروجين والنقص في الاستروجين ده بيجي في يعني اثناء اللاكتيشن او 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 او, الناس الستات المينيبوز يعني تمام المينيبوز اللي هو سن الياس بيسبب فاجينال دراينس فالفاجينال دراينس يؤدي الى ديسباريونيا ديسباريونيا اللي يعني معناها عسر الجماعة تمام تاني حاجة في الهرمونال فاكتورز اللي بتسبب لو سيكشوال ديزاير او الروزل هي ديكريز الاندروجينز وبقولك لك اعرف ان الفري تستوستيرون هو مين هرمون المين هرمون المسؤول عن الليبيدو سواء في الرجاله او في الستات تمام هو المسؤول عن الرغبه الجنسيه سواء في الرجاله او في الستات ااا آه تاني حاجه في 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 الفاكتورز اللي هي النيورولوجيكال فاكتورز بيقول لك ممكن تكون الاف اس اي اي دي ديت سبب يعني بسبب اكسسيف سيروتونين اكتيفيتي وطبعا احنا عارفين السيروتونين بينهبيت السيكشوال ديزاير تمام يعني هو عكس خالص الدوبامين والايه والاستروجين والبروجسترون الحاجات ديت والتستوستيرون عكسهم الايه السيروتونين ااا آه فلما يكون في اكسسيف سيروتونين فبينهبت السيكشوال ديزاير ممكن يكون برضو بسبب آه يعني سب نورمال فانكشن للايه للدوبامينرجيك والنور والنورادرينرجيك ريسبتورز تمام لما يكون في سب نورمال فانكشن للريسبتورز ديت واحنا طبعا عارفين الدوبامين هو يعني يمكن uh, one of the major transmitters of sexual arousal one of the major transmitters لازم تعرف المعلومة دي كويس عشان تفرق بينه وبين النورب النوربينفرين النوربينفرين هو one of the major modulators of sexual excitement يبقى هنا عارفين الدوبامين one of the major transmitters of of sexual arousal و النوربينفرين one of the major modulators تمام of sexual excitement تمام الثالث حاجة ممكن تكون فيه انفكشن يعني في بين تمام مفيش رغبة بسبب ان في بين ديو تو فاجينال مثلا او ريني تراكت انفكشن ده هيقلل اللي بيده اكيد يعني اياتروجينيك فاكتورز هنا يعني اياتروجينيك معناها يعني آه يعني علاج المنشا مثلا حد عمل سيرجري عمل بلفيك سيرجري ممكن البلفيك سيرجري تسبب انكريز في الاكتيفيتي بتاعت البلفيك فلور ماسكليتر يعني الماسلز بتاعت البلفيك فلور تزيد الاكتيفيتي بتاعتها بسبب البلفيك سيرجري وده بقى طبعا بيسبب تندرنس اثناء كورس يعني ممكن يكون في بعض الادويه بتسبب الفيميل سيكشوال انترست اند اراوزل ديس اوردر اه في زي الاس اس انتي سايكوتكس مثلا عشان بيعملوا بلوك للدوبامين تمام وبيزودوا البرولاكتين ممكن يكون انتي في دراجز ممكن مثلا اسباب نفسيه زي ايه بقى؟ مثلا الانترو والانتر بيرسونال فاكتورز زي مثلا ديبريشن انكزايتي ستريس ريليشن شيب بروبلمز ممكن مثلا سكسوال ديس عند البارنر آه الشخص ده اتعرض لسيكشوال ابيوز قبل كده ممكن يكون حاجات في الثقافه بتاعتهم سكسوال فاكتورز يعني آه دي كلها اسباب نفسيه كده احنا اتكلمنا عن هورمونال آه آه فاكتورز استروجين بيقل اندروجينز بتقل نيروجيكال فاكتورز ممكن يكون اكسسيف ثريتين اكتيفيتي ممكن يكون سب نورمال فانكشن بتاع الدوبامينرجيك والنور ادرينرجيك ريسبتورز تمام ونعرف ان دوبامين هو الميجر وان اوف ذا ميجر ترانسميترز اوف سيكشوال اراوزل والنور بنفرين وان اوف ذا ميجر موديوليترز اوف سيكشوال اكسايتمنت انفكشن فاجينال اورين انفكشن بيقلل الليبيدو ممكن يكون اتروجينيك سيرج بلفيك سيرجري تقلل بسبب انها بتنكريز اوف فلور ميديكيشنز زي الاس اس ار ايز انتي سايكوتكس طبعا ده كله بيعمل بلوك للدوبامين وبيزود البرولاكتين antihypertensive uh, drugs ممكن اسباب تكون نفسيه uh, intra or interpersonal factors The depression, anxiety, stress, relationship problems, uh, partners, uh, sexual dysfunction, sexual abuses او ممكن تكون cultural factors تمام كل دي كده اتكلمنا عن الايتيولوجي بتاع ال female sexual interests uh, or arousal disorders تمام نتكلم بقى على التريتمنت في حاجه اسمها الفليبنزرين وده اللي هو الفيميل فياجرا ده انتي ديبريسنت بيزود الدوبامين وبيزود النور ادرينالين وبيريديوس السيروتونين فبي... فبي فبيعمل انهانس للسكشوال ديزاير تابلت واحده من من الدواء دوت 100 جرام بتتاخد لازم تتاخد وانس ديلي ويعني ات بيت تايم تمام وبتاخد حوالي اربع اسابيع عشان تعمل الافكت بتاعها الدواء ده نوت انديكيتد تمام يعني في علاج الاف اس اي اي دي في في البوست البوز وومن واول رجاله تمام نوت انديكيتد تاني دواء اسمه البيبربيون ودوت انتي ديبريسنت وسموكينج cessation ايد يعني بيساعد على التخلص يعني من من التدخين uh, 150 مللي جرام بير داي بيتاخد قرص 150 مللي جرام بير داي بيتاخد لمده مثلا ايه 12 اسبوع. ثالث uh, حاجه التستوستيرون في حاجة اسمها ال Intrinsic Skin Patch هي اللي صورتها على اليمين ديت كده ديت يعني بترليز مايكرو جرام per day وبتتحط بتتلزق يعني تحت الأمبليكس كده وبتتغير مرتين أسبوعين دي كده كانت التريتمنت بتاع الفيميل Female Sexual Interest أو Arousal Disorder يبقى كده خلصنا أول مرض فيه الفيميل Female Sexual Dysfunction آه، ندخل بقى على تاني حاجه في الفيميل سيكشوال ديس اوردرز وهي الفيميل اورجازميك ديزوردر مشاكل في ال يعني ريتشنج اورجازم بقول لك الديفينيشن بتاع المرض دوت ايه؟ تعريفه ايه؟ بقول لك اورجازم از ماركلي ديلايد ممكن يكون في تاخر في يعني ريتشنج اورجازم او ممكن يكون ما بيحصلش كتير ممكن ما يجيش يعني ما يحصلش اورجازم خالص تمام؟ آه، with markedly ماركلي intensity انتنستي تمام؟ البريفلنس بتاع المرض دوت بقول لك حوالي من 20 ل 40% من الستات وده السكند موست كومن سيكشوال كومبلينت ده تاني اشهر سيكشوال uh, كومبلينت uh, يعني من ناحيه الستات يعني تمام بقول لك هنا في جزئيه بتتكلم تقول لك ways of reaching orgasm طرق يعني للوصول للاورجازم بيقول لك حوالي 70 ل 80% اوف ومن بياتشيف بياتشيفوا الاورجازم يعني بيوصلوا للاورجازم عن طريق الدايركت كليتورال ستيميوليشن ده الكليتورس وده جزء من الـ يعني الفيميل سيكشوال اورجنز تمام الكليتورس دوت يعني بيبقى في قلبه حوالي 8000 سنسور نيرفز علشان كده بيبقى سهل جدا جدا ان الـ ان الـ ان الومن يوصلوا للاورجازم عن طريق الدايركت كليتورال ستيميوليشن تمام يبقى هنا حوالي 70 ل 80% اوف ومن اتشيف اورجازم اونلي ثرو دايركت كليتورال ستيميوليشن ولكن الكليتورال اورجازمز ليه اسهل اتشيف علشان خاطر ان التيب اوف جلاند بس شايف دي الجلاند اهي الكليتورال جلاند عفوا على على الصوت الكليتورال جلاند دي كده لوحدها فيها اكتر من 8000 سنسور نيرف عشان كده يعني اتس ايزير تو اتشيف اورجازم ثرو ات يعني ثرو الكليتورال دايركت سيميليشن الاتيولوجي بقى ايه اللي بيسبب ايه اللي بيسبب في ميل اورجازم ديس ممكن يكون بايولوجيكال فاكتورز مثلا زي مثلا ايه جنرال ميديكال كونديشنز مثلا هارت او كيدني ديزيز ممكن طبعا ده بيأثر بيدمر البيشنس كواليتي اوف لايف يعني خلاص هيبقى عنده ديبريشن هيبقى عنده يعني هيوصل مش مش هيبقى مستمتع باي حاجه في حياته يعني تمام فاكيد هيبقى عنده في ميل هيبقى عندها في ميل اورجازم ديس اوردر تاني حاجه اثيرو سكليروسيز اساس واي بقى حاجه ليها علاقه باساس سموكينج مثلا دايبيتس هايبرتنشن تنشن بريفرال فاسكولار ديزيز مثلا كل ده بيقلل الجينيتال بلاد فلو فبي وطبعا الجنتر بلاد فلو مهم جدا جدا للايه؟ للسكشن ريسبونس عند الـ عند الـ عند الـ عند الفيميلز. اياتروجينيك مثلا ممكن يكون سايد افكت لمثلا سايكو ميديكيشنز مديكيشنز مثلا الاس اس ار ايز ممكن يكون هرمون تشينجز آه هرمون تشينجز عفوا مثلا زي لو استروجين او آه او تستوستيرون مثلا تمام؟ بعد كده قلنا جنرال ميديكال كونديشنز اثيرو اياتروجينيك مثلا يعني اس اس ار ايز مثلا ممكن يكون سايد افكت ليها او هرمونال تشينجز لو استروجين او تستوستيرون انا بحاول انا اسرع شويه في الريتم بتاعي بحيث المحاضره ما تاخدش منكم وقت طويل جدا يعني في المذاكره uh, نخش بقى على السايكولوجيكال ال ال او السايكو سوشيال فاكتورز عفوا بيقول لك في النقطه الاولانيه ان بور بادي ايمج اند جينيتال ايمج بيقول لك ان ال ان ال ان الفيميل يعني 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 بتبص للبادي ايمج والجينيتال ايمج بتاعتها يعني بيقول لك يعني the way a woman feels about the size shape and order of uh, and function of her genitalia تمام بتبص للإيه للحاجات دي كلها فطبعا لما بتبص للحاجات دي كلها او بتحس بال يعني ان ان ان, إن في بور بادي إيميج فطبعا مش هيبقى عندها آه يعني هيبقى عندها orgasmic اوردر ممكن مثلا يكون relationship problems مثلا فيش proper communication آه مع البارنر تمام بقول لك women with female orgasmic disorder يعني غالبا بتديمونستريت بت, نيجاتيف بت negative attitude. يعني بتظهر negative attitude. آه يعني للـ ودايما بتحس بالجلت بعد أي sexual activity تمام أظن الجملة دي موضحة نفسها يعني ممكن يكون فاكتور آه, ده مثلا بسبب past sexual abuse مثلا تمام Uh, وده طبعا بيأفكت الاورجازمك فانكشن بتاع الايه بتاع الـ بتاع, الـ بتاع الـ الفيميل دي اللي كانت اتعرضت لايه للسكشوال ابيوز قبل كده سايكو سوشيال فاكتورز مثلا يعني مثلا زي اقول لك الأيج بيقول لك ان الاولدر وومن مي اكسبيرينس اورجازم ديفيكالتي ليه مثلا بسبب تغيرات في في البادي بتاعهم او ان ممكن يكون اعتقاد ان الناس معتقده ان الاولدر أيج او هي بتفكر ان هي يعني بتحط في بالها ان المجتمع بيبص يقول لك الاوردر ايج دول مثلا يعني حاجه امبروبر ان هم ان هم يعني يمارسوا سيكشوال اكتيفيتي او ان بقى عندهم سيكشوال ديزاير خلاص يعني مثلا يقول المجتمع يفرض عليك خلاص الراجل كبير في السن فاكيد ما بيعملش سيكشوال اكتيفيتي او يبقى عنده سيكشوال ديزاير تمام فالحاجات دي ممكن لما ال... ال... تفكر فيها او الفيميل تفكر فيها طبعا يبقى يأثر يأثر ويبقى عندها ديليد اورجازمك دريد اورجازم يعني يبقى عندها اورجازم اورجازمك اوكي اتمنى اكون كلامي واضح يعني الاجزاء دي بتبقى صعبه في التوضيح فيعني في اعذروني يعني اديوكيشن أه. بيقول لك مثلا نقطه بتزال اديوكيشن بيقول لك ان الستات اللي عندهم لو او مش متعلمين خالص مثلا ما عندهمش اكسبيرينس في المواضيع ديت فيبقى عندهم أه يعني اورجازمك ديزوردر تمام سوشيال كلاس الطبقه الاجتماعيه ولكن الستات اللي هم في لو سوشيو ايكونوميك ستاندرد بي يعني بي... بيتعرضوا برضه لليدز إيه اورجزمك ديز اوردر اكتر من الستات الايه اللي هم في الهاي سوشيو ايكونوميك ستاندرد او هاي سوشيو ايكونوميك ليفل يعني في بقى نقطه هنا برضه بيتكلم بيقول لك شيم اباوت سكسواليتي ديو تو ريليجوس يعني بيليفز اور فاميلي انيبيشن مثلا يعني ازاي اقول لك انا يعني مثلا ان الس... ان كان في بعض المجتمعات زمان او ان في بعض المجتمعات حتى الان بيحتقروا الست مثلا او بيقللوا من قيمتها فهي طبعا حاسه ان قيمتها قليله او ان هي مالهاش قيمه في المجتمع فاكيد طبعا مش هت... مش هت... مش هتحس باي او مش هتستمتع باي جوانب تانية من الحياه ومنها برده الايه السيكشوال اكتيفيتيز فمنها برضو مش هيحصل لها ايه اورجازم او يعني يبقى عندها اورجازميك ديس اوردر اتمنى اتمنى يكون كلامي واضح ومفهوم يعني التريتمنت بقى اول حاجه بتعالج الاندرلاينج Medical Conditions مثلا ممكن يكون الناس اللي عندها هرمونال يعني Decreasing مثلا فبياخدوا هرمونال replacement therapy زي اللي في الصوره دي في حاجه اسمها الكابيروجلين او الكابيروجولين او ده دوبامينرجيك ايجنت وده بيقول لك يعني بيساعد يعني و وبيقول في بعض الميديكال ديفايسز بتزود البلات فلو للكليتورس وبتسميريت النيرف باثوي عند الجينيتال Area يعني تمام فده بيساعد برضو في ايه ريتشنج الاورجازم يبقى كده خلصنا تاني مرض وهو الفيميل اورجازمك ديس اوردر قلنا التعريف بتاعه البريفلنس في طور بيقول لك ways اوف ريتشنج orgasm ده طبعا عن طريق الدايركت كريتورال ستيميليشن عشان في قلبه البس التب التب اوف جلانس اوف كريتورس عندها فيها لوحدها 8000 سنسوري uh, نيرف وقلنا بقى البيولوجيكال فاكتورز وقلنا ال وقلنا السايكو فاكتورز طب مش هعيد فيهم تاني بقى عشان نكلمهم يعني كتير بحيث ما اطولش في وقت الفيديو واتكلمنا على الايه التريتمنت طيب دلوقتي هنتكلم بقى على اخر مرض عندنا في الفيميل سيكشوال ديس والمحاضره كامله تانية يعني وهو الجينيتو بيلفيك بين والبنتريشن ديس تمام جينيتو بيلفيك بين بنتريشن ديس اوردر جي بي بي دي ايه تعريفه بيقول بريزنس اوف وان اور مور اوف ذا فولوينج ممكن بقى يكون ايه عندك difficulties with vaginal penetration during intercourse اثناء الانتركورس في صعوبه في ال vaginal penetration ممكن يقول لك بيقول لك marked vulvo vaginal or pelvic pain during vaginal intercourse or penetration attempts في vulvo vaginal pain و pelvic pain uh, وقت الانتركورس تمام marked fear او anxiety المريضه دي بتحس او الفيميل دي بتحس يعني بخوف وانكزايتي بس بمجرد التفكير تمام بتحس بوجع وكمان وجع فول بيرفيك بين بمجرد بس التفكير او ان هي يعني بتانتسبيت بتتوقع ان هيبقى فيه دلوقتي مثلا آه، بنتريشن فاجينال بنتريشن فخلاص وقت الفاجينال بنتريشن او بمجرد توقعها ان هيبقى فيه فاجينال في بنتريشن او ترقبها لان هيبقى فيه فاجينال في بنتريشن بتحس بفير بخوف وانكزايتي وبيبقى فيه آه يعني بتبقى خايفه من ان هيبقى فيه فولفاجينال فاجينال بين تمام فهو يعني موجود بقى دي او اللي فوقها او الديفكالتيز اللي الاول واحده دي واحده او كذا واحده مع بعض ده بياكد لك ان المريض ده عنده جنتو بيلفيك بين او بريتيشن ديسوردر تمام ممكن بقى اخر واحده عندك بيقول لك ان ماركت تنسنج اور يعني بقى فيه يعني تشنج للبلفيك فلور ماسلز اثناء الاتمت فاجينال بنتريشن تمام البريفرنس بيقول ان يعني المرض ده بيجي حوالي من 5 ل 17% من الفيميلز تمام الاتيولوجي بقى عندك برايمري <applause> جي بي بي دي وعندك سكندري جي بي بي دي هتكلم على كل واحد فيهم بالتفصيل برايمري جي بي بي دي هو بيقول لك لايف لونج نيفر هافينج بين فري انتركورس يعني البيشنت <التصفيق> ده او الفيميل دي طول عمرها من اول مره عملت فيها انتركورس الان وهي بتاكسبيرينس بين فول انتركورس تمام عمرها ما ما يعني ما experienced نورمال دايما في بين تمام ده بسبب ايه بقى مثلا الفيميل تعرض لك sexual ابيوز uh, مثلا بيقول مكتوب هنا strict sexual اور religious برينج ده كلام هاكس يعني. طبعا يعني تمام يعني هم يعني هنا في المعلومه دي عشان اوضحها لك بس من اني قلت كده ان هو مثلا بيقول لك ان الدين مثلا بيحكم الايه ان الدين بيبقى في بعض المناطق مثلا بيحكم ان هي إيه ما ايه ما تمارسش الايه السيكشن انتركورس بشكل فري يعني فده بيأثر على بعدين طبعا الكلام ده غلط يعني آه وده يعني طبعا عشان ديننا يعني ما امرناش بكده يعني او انهم محرم في ديننا يعني تمام دي تاني نقطه تالت نقطه فير اوف فيرست تايم سكس خوف من من فيرست تايم تمام ده بقى فيه بين بليدنج تيرنج ريبنج بيقول لك مثلا حاجه البينس بي تو لارج الفاجينا تو سمول بسبب مثلا سيكشوال ترانسميت ديزيزز بسبب مثلا ان هي الفيميل خايفه من الفيرو بريجنسي فبت اصلا بتكسبيرينس بين لان هي خايفه من هي من البريجنسي اصلا يعني تخيل فكره ان هي خايفه من البريجنسي بيخليها تكسبيرينس بين تمام ده البرايمري جي بي بي دي تمام اللي هو يعني دايما الانتر كورسز بيبقى فيها بين تبقى بين فور انتر ولا مره اكسبيرينسد بين فري انتر كورس ده المريض اللي هو بتاع البرايمري جي بي بي دي السكندري جي بي بي دي ده بقى بيشنت يعني فور ا بيريد اوف تايم لمده معينه قبل كده كان يعني ايه هاد نورمال انتر كان بي يعني عادي بيكسبيرينس نورمال انتر كورس وذوت بين في فتره سابقه ده بقى ممكن يكون سبب ميديكال كونديشن طلعت دلوقتي زي مثلا يورين تراكت انفكشن يورينيشن بروبلمز مثلا ييست انفكشن اس تي ايز مثلا اللي هي السكشوال ترانسميت انفكشنز اندو آه اللي هو يعني التهابات في غشان في في, في بطانه الرحم مثلا جينيتال اور بلفيك تيومرز ممكن يكون سيست مثلا في في في, اي مكان الكانسر مثلا كل دي حاجات تجيب آه سكند جي بي بي دي تمام آه ممكن مثلا يقول لك حاجات ايه ايج ريليتد يعني مثلا منوبوز هرمونال تشينجز مثلا بيقول لك ان مثلا ان مثلا بتسبب او الهورمونال تشينجز بتسبب فاجينال اتروفي فبيبقى في انديكويت لوبريكيشن فطالما في انديكويت لوبريكيشن فالفاجينا هنا دراي فهيبقى في آه بين في الانتركورس تمام التريتمنت بقى يا سيدي بيقول لك عندك سيكشوال ثي... سيكس آه ثيرابي بقول لك مثلا إدوكيشن اتعلم زي ما في يعني have intercourse واكسرسايز مثلا 6 exercise بقول لك اند gradual dilatation of vagina using دايليترز زي الصوره اللي تحت دي كده في يعني دايليترز تقريبا سيليكون او حاجه زي كده بتعمل بيستخدموها عشان يعملوا gradual dilatation of vaginal opening عشان يعني يتخلص من موضوع البين ده uh, بقول لك في تاني حاجه بوتوكس بيعملوا injection للبوتوكس في المصل دي كده اللي اسمها اللي هي البلبو سبونجيوسس uh, ليه ده كده دا. مش عايز ازوم برضو عشان المشكله اللي قبل كده عشان خاطر لو زومنا هتقوم عامله صعوبه دي كده فطبعا لما يشح اللحم فيها بوتوكس بيبارلايز المصل دي لمده ستة شهور طبعا المصل بارلايز فمش هتحس باي بين ديورنج الانتر كورس ويبقى كده خلصنا المحاضره ديت انا عارف انها محاضره طويله شويه وعذروني فيها اجزاء بصراحه صعبه التوضيح فعذرني عن اي لخبطه انا اسف جدا لو كان في اي لخبطه او في اي حاجه صعبه في الشرح شويه وانا برضو كنت بحاول ان انا اسرع الريتم بتاعي شويه بحيث ما ياخدش منكم وقت المحاضرة محاضره الكونتنت بتاعها سهل لما بتيجي تذاكروا مع نفسك انما مثلا يعني وانا بشرح لكم الموضوع صعب شويه في التفسير وفي الايه وفي التوضيح يعني <applause> تمام دي كانت الفيميل سيكشوال ديس اللي كان عليها مؤخرا ديت ده كان اخر مره فيها ودي مايند ماب صغيره كده برضه حاطط لك فيها كل الفيميل آه سيكشوال ديت اللي هي الاولى وديت الفيميل اوردر ودي اخر واحده لسه شرحناها دلوقتي طبعا هنا التريتمنت بتاع كل واحد موجود باللون بتاعه او واحد اتنين تلاتة بكل لونه ويعني فيها كل المعلومات اللي انت عايزها تلمها ايه يعني مجرد لمة آه لما كده حلوه في دماغك يعني اتمنى المحاضره تكون كانت يعني خفيفه على قلبكم و يعني اتمنى اكون وضحت كل شيء بشكل بشكل كبير يعني و وان شاء الله نشوفكم في محاضره جايه على خير